Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our Quran lesson. You can join our journey of Quran education by sharing this video lesson. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد Make a strong qalqala over here because there is a waqf after it. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق The strongest qalqala because the qalqala letter has a shadda on it and there is a waqf. La haqq. Wa ma antum bi mu'jizin. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Live Quran classes 0092-302-576-5143. Email address gatewaytoquran@gmail.com.